Hello guys, good morning. اليوم نطلب الخلعة. Actually بعد ما ضربت الزنزلة شو حكمت يعني الخلعة because أنا أصلا بخاف من الزنزلة. نحصي وقتش 2014 I guess 2014 كنت عند أختي بومرداس وضربت الزنزلة على 5 الصباح نحسيها كما ذوكا وضربت شغل قاوية فريها كفطنت بها والماعين يطيحوا and all of them مفهم ما قعدت لي صدمة وليت أي اهتزاز هكا يسرى نولي نخاف قلتكم حكمتني الخلعة قعدت على هويتي في فراشي ما قدرت النوض. Well but now we're here الحمد لله يا ربي. Today هذاك النوع تاع stories اللي you do like my to do list with me ديروا قائمة المهام مع بعض. So today وش عندنا؟ لازمني نخمل الدار نغسل الماعين and عندي بودكاست لازمني نريكورديه and لازمني ندير فيديو في لاباج تاع الانجليش سلمز انجليش سبيس خليكم من هنا اف مازال ما سمعتوش بها. What else؟ بعد نقرع الستة دوك نروحو نشوفو ماي تو دو ليست مع بعض. صبرو دقيقة. هاي غير تعجبني حاجة سختو فطور الصباح نقعد ناكلها غير هي حتى نكرهها مازلتش عاد نديرها. It happened to a lot of things. والحاجة دوك اللي راني ناكلها بهكا بزاف هي الكاطو and I know it's unhealthy but like قهوة تاع الصباح there is no conversation over there. كاش discussion over there. It's time for the dishes. شوفوا اختكم فاني نوس كيف هدر لها. حوجي شوفوا to do this stuff today. So we have house cleaning, c'est bon, غسلت الماعين, نقيت الارض, غسلت الصالون دو بان وغسلت ثاني لي طابي تاع الصالون دو بان والتواليت. Great. Now let's go to social media work اللي دروك راح نبدا فيه. Oh my god, I'm in love with المكتبة الصغيرة تاعي in the background. So صبروا نحطكم. Now it's time for work. قلت لازمني نفيلمي. نكمل الفيلماج وكلش باش نروح نفطر دونك بكم نفطر لتحت عند جوستي سو نكمل الخدمه باش تبقى لي غير تيتشن العشيه ان شاء الله اند ليتس جو. اوكي سو ذا فيديو راح نحطو لي باي ذا تايم على 7 نحطو في لاباج. اتس اباوت لايك ويز تو سي اي دونت نو ان انجلش كيفاش نستبدل اي دونت نو ان انجلش سو Now guys, it's time for the podcast. So الموضوع تاع البودكاست قدوة راح نحط لكم الحلقة هذه. الموضوع حول أشياء راح تندم عليهم كي تكبر. دونك ساك يا حدد لكم واحد الأشياء نديروها وكامل نديروها وبعد كي نكبروا راح نندموا عليها. I made my second coffee and now it's teaching time. Let's go.